في آخر أسبوع من الحملة الانتخابية، نظم المترشح عز الدين ميهوبي بالعاصمة تجمعا شعبيا تعهد فيه بمكافحة الفساد والقضاء على المحسوبية. سألتزم أمامكم بمواصلة مكافحة الفساد والآفات التي تضر بالمجتمع. نعم، سنقضي على مثل هذه الآفات التي تنخر في جسم المجتمع. نعم، الجزائريون تعبوا كثيراً من هذه الممارسات الخاطئة واللا أخلاقية في المجتمع. بأي حق أن تأخذ ثروة الجزائريين وتهربها للخارج؟ بأي حق؟ من فوضك هذا؟ مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحدث من جهة أخرى على الدور الاقتصادي المهم للجالية الجزائرية بالخارج، ملتزماً بمنحها امتيازات خاصة. إذا حبوا يعملوا استثمارات هنا يجيوا عند كل الشروط متاحة لهم مثل أبنائهم في بلدهم. أيضاً إذا حبوا يكسبوا سكنات الجزائر، في السابق قالوا لهم تدفعوا 100% دوفيز، احنا نقولوا لهم يكفينا 50% دوفيز فقط، ارواح وكسبوا سكنات في بلادكم. هذا الشيء لازم يكون. ميهوبي اكد من القاعه البيضاويه على اهميه قطاع التربيه من خلال ترقيه الوضع الاجتماعي لمستخدمي القطاع.